بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. متابعي قناة مستر نور المعلومية سعيد أن أتواجد معكم في حلقة جديدة التي سوف أتحدث فيها هي عن تطبيق غني عن التعريف، ولكن بعض التحديثات التي قامت عليها على هذا التطبيق أصبح شكل رائع وتحتاجه على هاتفك الأندرويد. أولا قبل بدء في الشرح، لو كانت لك أول مشاهدة قناة مستر نور المعلومية لا تنسى الضغط على زر الاشتراك، تفعيل مع خاصية الجرس ليصلك كل ما هو جديد. شيء ثاني، جميع رب التطبيقات تقوم بتحميلها أسفل هذا الفيديو من موقعي مستر نورو للمعلومات. اسم التطبيق لوك إت، حيث تستطيع من هذا التطبيق حماية فيديوهاتك وصورك والتطبيقات التي تستعملك سواء بنمط أو بالبصمة بطريقة سهلة وبدون أي مشاكل. كل ما عليك فعله هو تحميل التطبيق أسفل الفيديو ثم تضع له باترن أو نمط الذي تستعمله للدخول. بعدها مباشرة بعد تختار سؤال الحماية تقوم بإجابته، مثلا What's your father's name، اسم أبوك، تكتب أي اسم هنا لتقوم بالحفاظ عليها واسترجع بحسابك لاحقا. بعدها مباشرة بعد الانتهاء تضغط على كلمة Next. بعد ضغط على Next يعطيك مجموعة التطبيقات التي سوف يقوم بإيقافها، تقوم باختيار أي تطبيق تريد أن تستعمله ليقوم بإيقافه، وبعدها مباشرة تضغط على Protect من هنا كما تلاحظ، نضغط عليها الآن مثلا هكذا Protect، سوف يقوم بحمايتهم. يجب أن تعطيه Permission، يعني هذا أمر عادي إلى التطبيق تبحث عليه ثم تعطيه مثلا Lock It، تضغط عليه من هنا وتضغط على Allow. بعدها مباشرة تعود إلى الخلف ويخبرك أيضا المكان الثاني الذي تبحث فيه عن التطبيقات المثبتة، وتضغط عليه Lock It وتعطيه الخيار هذا هكذا ألا مباشرة. بعد الانتهاء تعود إلى التطبيقات، سوف تجد أنها محمية أخي الغالي. الآن سوف نرى قبل أن نجرب على التطبيق تلاحظ الأمور التي عليه أبلوك أو التطبيقات التي قام بقفلها، وهنا فوتو والفيديوهات وحتى النوتيفيكيشن كلير. انظر معي، ندخل إلى التطبيقات التي قمنا بإيقافها كما لاحظت معي، مثلا الواتساب، فيسبوك، نذهب إلى الفيسبوك لنجرب يعني كيف قام بقفله مباشرة. من تدخل إلى حسابك على الفيسبوك انظر معي يأتيك بهذا الشكل، يأتي هكذا، نضع الآن مباشرة سوف يفتح الفيسبوك بهذه الطريقة. نعود الآن إلى التطبيق لتلاحظ عليه بعض الأمور، أيضا تستعمل يعني النمط لتدخل إليه المرة الأولى. يوجد هنا في الأعلى ثلاث خيارات هذه التي تستطيع منها خيارات في الثيم أو التغيير في شكل الثيم، ويوجد كلمة settings أو الإعدادات الخاصة بهذا التطبيق. ما نضغط على الإعدادات سوف تجد أمور كثيرة عليه، show notification، إذا أردت أن تلاحظ notification تضغط عليها، وإن لم تريد ذلك تتركها off. انظر معي جيدا هنا look يعني مود، تستطيع استعمال باترن، وايضا تستطيع استعمال كود بين، اذا اردت استعمال كود بين من 4 ارقام تضع الكود بين، وهنا لوك اوبشن كما تلاحظ تختار لوك اوبشن. هنا يخبرك 3 خيارات، يخبرك اللوك الاولى او يعني يقوم بغلق التطبيق بعد ان تقوم بغلق هاتفك، يعني ما تقوم بغلق هاتفك سوف يقوم بغلق التطبيق، لو لم تقوم بغلق هاتفك سوف تخرج من التطبيق وتعود الدخول اليه يبدا بالعمل. الخيار الثاني بعد 3 دقائق افري تايم، يعني ما تقوم بالخروج من التطبيق مباشره سوف يقوم بغلق هاتفك. لوك اوبشن كما اخبرتكم ميك باترن فيزيبيليتي، اذا اردت يعني نزع الخط الذي تستعمله يعني لا يظهر معك تقوم بزياره السح من هنا. اذا كان هاتفك يحتوي على البصمه تعطي هذا الخيار للدخول الى التطبيق بالنسبه للبصمه، تشينج باسورد، سيكيورتي كويشن والاشياء الاخرى التي سوف تكون عليه. هذا بالنسبه الى يعني التطبيقات. اما بالنسبه الى الصور او الفيديوهات نفس الشيء، تضغط عليها وتقوم بالضغط على علامه زائد من الاسفل واتيان باي فيديو يكون من هاتفك ليقوم بحفظه لك هنا. تستطيع ايضا يعني سكان من هنا، ولكن تنويه، اذا وضعت فيديوهات او صور في هذا التطبيق واردت بعدها يعني نزع هذا التطبيق يجب أن تقوم باستخراجها واسترجاعها إلى هاتفك، حيث يعني لكي لا تخسر تلك الصور، لأنك لو وضعتها من هنا سوف تحذف من الجاليري أو من ألبوم صور على هاتفك، لو قمت يعني بحذف التطبيق سوف تذهب مع تلك الصور بشكل نهائي ولا تستطيع استرجاعها. انظر ما يعطيك هنا بعض سيكوريتي أيضا تستطيع أن تستعملها، مثلا تنظيف هاتفك، أشياء أخرى سوف تجدها من هنا، وأترك هذا الخيارات لك إذا أردت التطلع عليها. هذا هو التطبيق الذي أردت أن أشرحه معكم اليوم، أتمنى أنه قد نال إعجابكم. لو نال إعجابكم لا تنسوا نشره وتجربته على هواتفكم، وكتحفيز إلى قناة مستر نور المعلومية لا تنسى ضغط على زر إعجاب أسفل هذا الفيديو والاشتراك بالقناة لو كانت لك أول مشاهدة، وتفعيل مع خاصية الجرس لتشاهدكم مواضيعنا الجديدة إن شاء الله. لا أطيل عليكم أكثر من هذا، أستودعكم في الليلة التي لا تظل وداع، وسوف نلتقي في حلقات قادمة إن شاء الله.
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. مع السلامة.